اليوم 27 من سبتمبر أيلول، الأول من شهر رمضان الكريم، 9 أيام قبل العبور المجيد في 6 أكتوبر تشرين الأول من عام 1973. الصحف تتحدث عن كل شيء إلا عن الجبهة التي بدت هادئة تماماً. تفرد الصحف المصرية تقارير مطولة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر أمام مندوبي الدول العربية في الأمم المتحدة، التي عبر فيها عن رؤية أمريكا لحل أزمة الشرق الأوسط. كانت كلماته تحمل نبرة يأس متعمدة من تعقد الأزمة. سنساعد قدر الإمكان، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتوقع المعجزات، يراوغ كيسنجر ويطيل مع الدبلوماسيين العرب أمد الوقت اللازم لبدء مفاوضات غير معروفة المعالم، في الوقت الذي نقرأ فيه خبرا مقتضبا لا يلفت الأنظار عن لقاء رئيس السادات بوزير الحربية أحمد إسماعيل. نقرأ في الصحف عن 3 قرارات مهمة خاصة ببناء دولة الوحدة بين مصر وليبيا، وتشكيل لجنة للإشراف على تطوير الأسلحة وصناعتها، وتشكيل مجلس أعلى لمشروعات الطاقة النووية والإلكترونيات. من جانب آخر، غطت الصحف نتائج زيارة نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعي إلى بعض الدول الآسيوية، حيث قالت الأهرام إن القيادة السياسية الصينية أبدت اهتماماً عميقاً بمصر والشرق الأوسط خلال زيارة الشافعي. ووسط هذا كله، امتلأت صفحات الصحف والمجلات بأخبار السهرات الفنية التي ستقام طيلة شهر رمضان. وفي زاوية فنية في صحيفة الأهرام، أعلن اختيار سمير غانم لبطولة أول فيلم سينمائي له بعد 11 عاماً قضاها في المسرح. وعلى الصعيد الرياضي، نقلت الصحف خبر مواجهة الزمالك مع نادي دمياط، وخبر اشتراك أبو جريشة مع النادي الإسماعيلي في مواجهة البلاستيك العنيد. في حين من وراء ذلك كله، كانت عقارب الساعة تتحرك بثبات نحو ظهيرة 6 أكتوبر.